اللي أمر وجداني. إذا عندما نقول هذا الظهور حجة، يقينا بعد ليس مرادنا من الحجية يعني أنه مطابق ماذا؟ للواقع. بأي دليل؟ بدليل أنه قد يصيب هذا الواقع وقد ماذا؟ وقد يخطئ هذا الواقع. وإلا لو كان معنى الحجية هو المطابقة للواقع، إذا كان كل من قال هذا ظهور حجة يعني مطابق ماذا؟ للواقع، مع أنه يقينا طبعا هو يعتقد أنه ماذا؟ مطابق للواقع، ولكنه يعتقد، ولكنه بالضرورة مطابق للواقع أو ليس مطابقا للواقع؟ لا، لا يوجد أي برهان يقول كل من اعتقد أنه الواقع فهو ماذا؟ فهو الواقع، أبدا. أنتم لا تقول هذا الكلام، يعني بنحو القضية الحقيقية في كل معلوماتك. الآن أسأل أي واحد من الإخوة الجالسين هنا، أقول له الآن كم معلومة أنت عندك علم بها؟ تقول لي 100,000 معلومة، 50,000 معلومة. أنا عندي علم شنو؟ ها؟ يقيني وعلم جازم بها. أقول له بينك وبين الله بشكل بنحو القضية الحقيقية، لا بنحو مفردة مفردة، كلها مطابقة للواقع، شو تقول؟ ها؟ تقول ما أدري يعني شنو؟ يعني قد مصيبة للواقع وقد ماذا؟ نعم، عندما أضع يدك على أي مفردة من هذه المفردات وأي علم من هذه العلوم أقول هذه تكون، تقول بلي معتقد أنها شنو؟ مطابق. إذن ميزوا بين القضية الخارجية وبين القضية الحقيقية. أنا أقول كل إنسان يعلم من نفسه، لا أقول يعلم من نفسه على نحو القضية الخارجية، وإنما أقول يعلم من نفسي على نحو القضية ماذا؟ على نحو القضية الحقيقية. لو تسأل أي عالم إلا إنسان ما ملتفت، ذاك بحث آخر، إلا إنسان ما ملتفت يقول بأنه بل كلها مطابقة للواقع. ولكن الإنسان الملتفت أن هذه الأدلة إن صحت أصابت، إن لم تصح ماذا؟ لا تصيب. إذن لا إشكال ولا شبهة أن المراد من حجية الظهور ليست المطابقة ماذا؟ للواقع، وإنما حجية يعني ماذا؟ يعني ضرورة الاستناد إلى ذلك. هسه إما استناد عملي إذا كانت القضية عملية، إما استناد عقدي إيماني إذا كانت القضية ماذا؟ عقدية وإيماني. يعني أنت عندما تبحث 5 سنوات تنتهي إلى أن المعاد يوم القيامة بالحقيقة أليف، أو عندما تبحث 10 سنوات وتنتهي إلى أن الإمام المعصوم هو واسطة الفيض بين الله وبين ماذا؟ وبين خلقه، وأنه لا ينزل إلى هذا العالم شيء إلا بتوسط ماذا؟ هؤلاء. وعندك يقين بهذا وتعتقدا بهذا، ولكنه قد يكون هذا مصيب للواقع وقد ماذا؟ يكون مخطئ، بدليل أنه يوجد مجموعة من الأعلام المحققين قالوا لا، ليست للإمام إلا وظيفة ماذا؟ أن يأخذ الأحكام ويبين ماذا؟ يبين الشريعة أكثر. هذا ما عنده وظيفة وما عنده مسؤولية، هذا النظام ما متعلق به أبدا، ولا متوقف وجود هذا النظام على وجود ماذا؟ أنه حتى لو لم يكن الحجة لساخت الأرض ماذا؟ بأهلها، أبدا كل علاقة. قل له شنو هاي الروايات؟ قل والله هذه الروايات إما روايات أحد ما لها قيمة، وإذا كانت إن نرجع علمها إلى ما؟ إلى أهلها، وإلا شنو علاقة العالم هذا بوجود ماذا؟ بوجود الشخص، شنو المعنى هذا؟ شنو أن كل شيء لأجلهم؟ على شنو؟ على شنو؟ وهذه كلمات الآن موجودة في أوساطنا، لو مو موجودة بل موجود. هذه إذا تقدم قراءة عن الإمامة، هذه إذا تقدم قراءة ماذا؟ عن الإمامة. الجواب السؤال المطروح هنا، وهو أنه عندما نقول هذا الرأي من هذا العالم حجة، وهذا الرأي من هذا العالم ماذا؟ حجة. هذا الذي يقول أن الإمامة معصوم بعصمة حتى من بطن أمه يعلم ما كان وما يكون، مو أنه فقط من يخرج من بطن أمه. هذا الذي يقول بأنه لا أبدا، منين جبتوا هذا الحج؟ طبعا يكون في علمكم أنه اسألوني
أحدثكم بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذه لأول مرة أنا أجدها نصوص صحيحة وصريحة مولانا في تراث مدرسة الصحابة موجودة عن علي سلام الله عليه، اللي أنا ما أدري في رواياتنا هاي روايات صحيحة موجودة لو مو موجودة أنا ما متابع، ولكن هناك مولانا لا أقل موردين يقول صحيح صحيح الإسناد وينقلها عن علي أنه يقول ماذا هذا الكلام. عليه لحظة خلوها في محله. سؤال: إذا ما معنى أن هذا الظهور حجة؟ ما معناه؟ معناه أنه يمكن الاستناد ماذا إليه.